يعني انت قلبك دق الديسيريه من اول نظره؟ هي دايما بتذكر ان انا بقول لها حبيتها حبيتها، بس هي بعد بصت لي بصه كده زي ما تقول ايه البصه بتاعت اللي هي النظره الاولى ديت هي اللي فعلا شدتني. يعني انت بتتكلم ايطالي؟ جدا. يعني انت معلش خلينا نفتكر مع بعض تمام. دلوقتي اللحظه الاولانيه اللي اعترفت فيها بالحب، بس هتكلمها بالايطالي وترد عليك يا بالايطالي. اوكي اكلمها بالايطالي وترد عليك بالايطالي. اوكي يلا. دي اللحظه اللي انتوا ارتبطتوا فيها ببعض. اوكي تيليكوردي لا بريما فولتا كواند ستافان اللي سبوتالي كي تو ما فيست ما فاتو ان سغواردو كوسي ايو كواند تافيستو مي غواردا الورا دا كول مومينتو ايو كومينشاتو سي كومينشاتو ا فيديرتي كومينشاتو امبينيار سو دي تي ا فيديري كومي انامورات فيرو تيليكوردي الورا تيليكوردي بيني سي الورا مي ريسبوندي كي كوزا فاتو dopo che cosa ha fatto? Che sto fatto? E parli. Non mi ricordo. Te lo ricordi quando... Tanti anni, non mi ricordo. E tua cugina Manuela? Chi ti ha detto su di me? Che è un bravo ragazzo, che non fa danni, non fuma, non beve, non fa niente. Un bravo ragazzo. Sì, ma allora dopo tu, quando... Quando tua cugina Emanuela ti ha detto che io voglio sposare a te, che cosa rispondi? Io ho detto prima di no, è presto. Ok. ترجم بقى اللي انت قلته. اوكي. انا بقول لها انت فاكره اول مره لما كنت في المستشفى وبصتي لي كده البصه اللي هي ايه اللي هي لفتت نظري، يعني انا في المستشفى طبيعي بنات قاعده وانا قاعده فمش ببص لحد او حد طبيعي يعني، بس النظره بتاعتها ديت هي اللي خلتني اخد بالي منها، يعني هي بصت نظره كده خدت بالي منها. فبقول لها طب انت فاكره اليوم ده؟ قالت لي ايوه. انت يعني انا اقدر اقول ان حضرتك حبيتي محمد من اول نظره؟ لا انا لا الاول اول اول انا بعدين كتير. ايه طب ايه اول حاجه لفتت نظرك فيها في دي سيريه بصراحه؟ جمالها. مين اللي اعترف بحبه للتاني الاول، انت ولا هو؟ هو مش انت؟ لا خالص. طب لا انت يعني قلت له يعني اموري بعدها قد ايه؟ ايوه تيامو اموري. ايوه بعدها بقد ايه بقى؟ حبيبي كده. امتى بقى؟ سنة؟ ترميسي. لا 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 اربع شهور. ثلاث شهور. ثلاث شهور. طب انت سنة كنا متجوزين. مش على طول. مش على طول. طب انت جات لك ازاي فكره انك انت تتجوزها؟ انا ما كنتش في دماغي خالص موضوع زي ده، ما كنتش اتخيله في دماغي ابدا. كنت يعني ما خفتش مثلا اهلك يرفضوا؟ هو حصل، بس يعني هو حصل تمام. حصل ان هم رفضوا، بس انا ما كانش في دماغي خالص موضوع زي كده اطلاقا. كان في نماذج تيجي قدامي اقول الناس دي عبايط، الناس دي فيهم حاجه مش مظبوطه، في ايه؟ لحد ما وقعت انا في الموضوع ده وبقت عماله اراجع نفسي 100 مره، مش هينفع مش هينفع. في الاخر طلبتها من ايه ده يعني، طلبت ايه ده؟ انت اهلك كان رد فعلهم ايه لما قلت لهم انك انت عايز تتجوزي محمد؟ اخويا الكبير قال ايه بقى؟ من دلوقتي مش هترضى خالص. اخويا بقى دماغه بقى قديم. بتقول انت احمد اختي. انا الكبير لازم انت تسمع كلام. انا بقى خالص. عملتي ايه؟ انا بحبه اسيبه عشان انتوا. طب بعدين عملتي ايه؟ انا سبت اخويا اتجوز على طول. سبتيه؟ سبت. يعني ما خدتيش بكلامه. ايوه سبت. وانت مستر تسافر؟ لا انت كده وكده كتير كتير وكل شويه كل شويه انا اعيط. هو بيضرب والله عشان كده تجوزوش خالص. انا تسمع كلام لازم انت. انا كبير انا مالي؟ انا فظيع لسانه بقى طويل كل ابدا تب ام تب تضرب. لا دي اخويا الكبير انا مش ينفع يا جماعه انا بحبه. ورحتي متجوزاه؟ جوز على طول. طب قولي لي بقى اتخضيتي لما عرفتي انك انت مش هتعيشي معاه في المدينه، هتعيشي معاه في احدى القرى؟ قول بالايطالي مش فاهمه. افهم السؤال ده هفهمه لها انا؟ عشان تتكلم كده مش فاهمه. بروح كده وانا فاهمه. كواند سابوتو كي ايو كي تو تي ديفو فيري كون مي بروبيو دنتر اون بايزي بيكولو كومي ريماستا. انا عادي بس هناك بقى برضه زعلانين امي اخواتي كده. انت بعيده مين؟ انا مش عارفه الناس هناك بتعمل ايه، تاكل ايه، تقعدي فين، نامي فين، خايفين. انا بقول معلش ما فيش حاجه. انا كل يوم بيصور الفيديو مش انا ماما مشوف فيش حاجه حلوه. انا 100 100 فيش حاجه بتزعل بتضرب حاجه. 100 100 فيش حاجه. طب انت ازاي اقنعتها بقى انها تسيب ايطاليا وتيجي تعيش معاك في الفيوم؟ انا كان اهلي مش موافقين في الاول لما اتجوزت، وهي لما لقيتها هي يعني
سابت اهلها عشاني، فعملت انا نفس القصه يعني، هي سابت اهلها عشاني فانا برضو اهلي مش سبتهم بقى يعني، ايه كسرت كلامهم. والدتي ما كانتش موافقه، فانا دخلت اتزوجنا في في المحكمه الاول هناك، ورحنا الجامعه عشرنا زواجنا، وفي الاخر يعني حاولت اعمل حاجه بقى ان هي عشان اقنعها تنزل مصر. اول نزوله بعتها مصر لوحديها، قعدت 19 يوم. انا قلت اشوف يعني والدتي هتتقبل الموقف ولا لا، ولا ايه اللي ممكن يحصل. فبعتها قعدت 19 يوم، هي اللي ما كانتش متقبله الموقف، بس اهلي قابلوها بصراحه. بعديها بقى هي اللي طلبت بقى لوحدها بعد 19 يوم، لما رجعت لقيت ضغط من اهلها ووش ومشاكل ومش قادره يعني تقاوم هناك في روما، طلبت مني انزل، ان هي تنزل مصر. كان صدمه لي انا تنزلي مصر لوحدي، كنت راضي هناك قالت اه هقعد معاها، كانت حامل بكريم. فقلت لها طب اصبري اما نخلف كريم، ففعلا ولدت كريم في ايطاليا وخلتها بكريم بلفته بحاله وعلى مصر. من يوميها لحد النهارده في مصر. انت متجوزين بقالكم كام سنه؟ 15 سنه. اهلك لسه مش قابلين محمد ولا خلاص؟ ايوه ايوه لسه. لا امي حلوه دلوقتي، اخويا فظيع برضه لسه. اخوكي برضه؟ اخويا كده، مخه كده بعد اربع عيال ولسه مش بحب. ولادي ماشي، يخشوا عندك ماشي، هو خالص لا لسه برضه بيتكلم اما اخوش يمشي، هو هيمشي، هو يشوفه بس ايه يمشي تمشي. محمد ازاي استمر الجواز الفترة دي كلها؟ ما سبحان الله كده، سبحان الله يعني من نعم ربنا علينا ومن مساعدات لينا، حتى اخوك ومن مساعدات لينا. الحمد لله يعني ربنا ساعدنا يعني، وهي ساعدتني في العيشة وقبلت في مصر، وانا بتردد على ايطاليا وبنزل فبروح اقعد 3 شهور 4 شهور وبنزل تاني. فهي في مصر عايشه مع اهلي واخدت الاجواء بتاع، انا اصلا يعني هي عيشتها كلها مع اهلي.